السلام عليكم. اليوم نعرفكم ببعض القرارات اللي جابها رئيس الجمهورية، ومن ضمنها فتح فروع للبنوك الجزائرية في دول إفريقيا وخاصة دول الجوار اللي تهمنا كثير من ناحية استراتيجية. إذا تم فتح فرع للبنك الجزائري في موريتانيا، وكذلك نشاهد فتح فرع جديد كذلك للبنك في السنغال في مدينة داكار. إذن وهذا أمر جد مهم، مهم جدا للدور التي المانوت بالجزائر لازم تلعبه في تطوير منطقة الساحل كلها، لابد من أن تتطور، وأن يعني الجزائر لابد أن تشارك وتساعد هذه الدول نتاع الساحل على استقرارها وتطويرها واستقرارها. فهنيئا للجزائر بهذه الخطوة الهامة جدا باتجاه جيرانها في إفريقيا، وإن شاء الله تكون فيها فروع أخرى في دول أخرى. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. بعد تدشين بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأربعاء، خطوة تستهدف تعزيز العلاقات بين الجزائر وعمقها القاري من خلال تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بينها وباقي الدول الإفريقية. وأشرف على مراسم تدشين مقر وكالة البنك الجزائري السنغالي وكذا مقر مديريته العامة بالعاصمة داكار كل من وزيري المالية والتجارة الجزائريين، إلى جانب وزير التجارة الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية عبد كريم فوفانا.